السلام عليكم اصدقاء ديالنا الزوينين، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير، كل شيء في امان الله. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اول حاجه كنبغي نقولها لكم دائما هو شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا على لي لايك لي كومونتير الزوينين. صراحه انا ما قدرتش انني ما نديرش معكم هاد لا فيديو هذا، بزاف ديال الاسئله بزاف بزاف كيجيوني على الساعه، بزاف ديال الاسئله كيجيوني على هاد الساعه. واليوم بغيت نشرح لكم اول حاجه، غادي نوريكم الطريقه كيفاش تكونيكطيوها مع الهاتف، الطريقه الصحيحه كيفاش تكونيكطيها مع الهاتف. غادي نوريكم جوج طريقات، شوف تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخير، غادي نوريكم جوج طرق كيفاش تكونيكطيو الساعه ديالكم مع الهاتف، وغادي نوريكم كيفاش ديروا فيها التصويره، يعني هنا كيفاش دير الفوتو في الشاشه. يعني حتى هذه بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش نديروا التصويره، كيفاش نحطوا فيها التصويره، كيفاش غادي زعما نديروا التصويره ديالنا بالوقت، يعني على شكل تيم. يعني هي ما كيتحطوش فيها الصور ولكن غير على شكل تيم، تقدر دير صوره، تقدر دير جوج، تقدر دير ثلاثه. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه، كيف ما قلت لكم غنوريكم جوج طرق كيفاش تكونيكطيها مع الهاتف، وغادي نوريكم كيفاش ديروا التصويره، وغادي نوريكم حتى لي نوتيفيكاسيون ديال الواتساب وديال الانستغرام وديال الفيسبوك. صراحه ارضاء لجميع المتابعين، بزاف قلت لكم ديال الناس كيسولوني في لي كومونتير وما كنقدرش بعض المرات نجاوبهم، وكيسولوني في انستغرام. لذلك انا قررت اليوم انني غادي ندير معكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون اخر فيديو على هذه الساعه هذه، وكنتمنى الشرح ديالي يكون واضح ويكون بين ويكون مستفسر. لذلك تابعوا معنا الفيديو الى الاخر. اول حاجه غندخلوا بلاي ستور، انستاليو لابليكاسيون. لابليكاسيون هي هادي، ها هي، مع شحال من واحد كيسولني كيقول لي شنو هي السميه ديال لابليكاسيون، ها هي راه هي هادي. ديروا لها انستال، كنتمنى داكشي يكون واضح لكم. كيف ما قلت لكم راه كاينين جوج ديال الطرق كيفاش انستاليو لابليكاسيون، انا غادي نوريكم الطريقه الاولى. بزاف ديال الناس كيقولوا لي راه ما بغاتش تانستالا لينا، ولكن حنا اكسبري غنديروها ما بغاتش تانستالا، غنقولوا ما بغاتش تانستالا، ولكن غادي نوريكم جوج ديال الطرق ساهلين باش تانستالي لابليكاسيون ديالك. اول حاجه ركزوا معايا مزيان باش حتى شي واحد ما يوقع عنده المشكل، وهذه راه طريقه صحيحه ومفعله 100%. ادسنس كيدير خدمته، اشارات هنا، غادي نديرو جيميل مثلا، نديرو هذا ركزوا معايا مزيان باش حتى شي واحد ما يبقى عنده المشكل. سيل ادسنس، هنا كتفعل هاد الميزة، كتعاود ترجع، حتى لهنا مزيان. دابا هنا غادي نحاولو باش نانستاليوها باش نكونيكطيوها مع الهاتف. طريقة سهلة جدا، ها هي تانستالات صافي، ملي يطلع لك بحال هادشي هنا يطلع لك صافي، عرف راه تانستالات. هذه هي الطريقه الاولى. بزاف ديال الناس كيقولوا لي مثلا راه حنا بغينا نحقوا الوقت، يعني بغينا نحقوا بحال دابا 12 و19 دقيقه، تيقول لك راه بغينا نحقوا الشهر وبغينا نحقوا الوقت. شوف هي راه انفو كتكونيكطيها كتحقق الراسه، يعني اوتوماتيكمون. بحال دابا هنا درجه الحراره يعني كاينه 21 درجه اللي كاينه اليوم، اليوم 8 في شهر 5. دابا هذه الساعه جديده، اليوم بدلوا الساعه، زادوا الساعه، يعني راه كتحقق الراسها، يعني ما تحتاج انك تدخل لشي بلاصه اخرى او انك تمشي لشي بلاصه اخرى باش تحقق التاريخ ولا شي حاجه، لان هي كتحقق اوتوماتيكمون ان فوا كتانستالي. بالنسبه للبلوتوث هذه الا بغيت تخدمها راه هي الا بغيتي تخدم لي زابيل، باش نعطيك واحد، انا نوريك كيفاش. كيف ما قلت لك هنا ديال لي زابيل كتكليكي هنا، انت الا بغيتي تاكتيفي غير لي زابيل بوحديتهم اللي صون عليك مثلا، تجاوبوا من هنا، تجاوبوا من الساعه، الباف ديالها هو كاين في هذه الجهه،
يعني غير لي زابيل هنايا مثلا. الا ما بغيتيش غير لي زابيل كدير هذه اوديو حتى هي مثلا. اوديو هي الموسيقى يعني، تخدم شي فيديو في التليفون كيخدم لك الصوت هنا، تخدم شي حاجه كتخدم لك هنا. يعني هذه هي الطريقه الاولى. غادي دابا غادي نوريك الطريقه الثانيه كيفاش تكونيكطيها. حنا غادي نديكونيكطيوها مثلا، نحبسوا البلوتوث باش ديكونيكت. دابا نديكونيكطيها يعني نقولوا ما بغاتش مثلا كاع تكونيكطا لينا. غادي نجيو هنا، ركزوا معايا مزيان، غندخل البارامتر، ركزوا معايا مزيان. الطريقه الثانيه غتجي لهنا، هو هذا اللي شحال من واحد كنقول ليه حاول تسكاني هذا. هي تكونيكتات. هذه الطريقه الثانيه، يعني جوج طرق فعاله 100%. بالنسبه دابا ندوزو نوريكم الطريقه كيفاش نديرو التصويره. سمحوا لي كيمشي ليا الفوكس. كيفاش نديرو التصويره؟ كتكليكي على بلس، كتهبط لتحت كاع، ركز مزيان كيفاش دير الصوره. كتكليكي على ايديت، كتجي هنا، كتدخل مثلا كتختار الصوره هذه، كتكليكي هنا، كدير ابلي، هاي الصوره كتختار كيف ما بغيتي قداش ما بغيتي. كتكليكي هنا، كتجي للستيل هنايا، هنا كتختار الساعه اللي بغيتيها فين بغيتيها تكون. واش الوسط الكولور، عفوا الكولور هنا ستيل كولور، كيفاش الساعه بغيتيها تكون بحال هكا. هنا البوزيسيون ديال الساعه، بغيتيها الوسط، بغيتيها لتحت، بغيتيها الفوق، يعني فين ما بغيتيها هنايا. وبالالوان كاين الابيض، كاين الزرق، كاين الخضر. حنا فقط للتجريب نديرو مثلا هنا خضر، تحت كنديرو انستالاسيون. يعني داكشي ساهل جدا. كنتمنى ان هذا الفيديو صافي يعني تعرفوا داكشي كامل اللي بغيتو تعرفوا، يعني ما يبقاش عندكم المشكل في شي حاجه اخرى. ان فوا غتانستالا هي كتانستالا، هي في الساعه كتانستالا، شفتوها. بالنسبه لبعض المعلومات، بزاف ديال الناس كيسولوني على قبل لا شارج، ولا بزاف ديال الناس كيقول لي راه درناها تشارجا وطفات، ما بغاتش تشعل، ما بغاتش تخدم. صراحه انا من نهار خديتها كتدي ليا في الشارج اوموا كتدي ليا دوجور. هذه كنقول لك اوموا كدي ليا دوجور. اما الا ما كونيكتيتهاش مع الهاتف كاع راه كتدي ليا حتى الاربعة ايام. باش نكون صريح معكم، انا مقبيله وانا كنكونيكتي فيها دابا تقريبا شي 10 دقائق ولا هذه، باش انا كنصور معكم وانتم كتشوفوا لا شارج ديالها شحال باقي فيها. يعني ما خوات ما حتى شي حاجه، ما دي شارجات ما والو. بالنسبه للاسئله الاخرين اللي كيسولوني كيقول لي طفات وما بغاتش تشعل، الا طفات وما بغاتش تشعل راه ربما فيها شي مشكل، يعني خاصها المعلم. هذا هو اللي نقدر نقول لك، لان هذه ها هي الصوره كيف ما كتشوفوا، ها هي طلعت فيها الصوره. ها هي الصوره كيف ما كتشوفوا كطلع هنا. الا بغيتي تزيد تانستالي شي حاجه اخرى من هادو اللي كاينين هنا، ممكن الا عجبتك شي وحده هنا وبغيتي انستالي راه غادي تانستاليها. بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقولوا لي مثلا الواتساب، الواتساب كيجيو فيه غير لي نوتيفيكاسيون. باش نقول لكم داكشي اللي كاين، كتدخل هنا، لابد كتدخل هنا، تصبر عليها واحد شويه، كتاكتيفي هادو. يعني هادشي كامل غادي تاكتيفي. يعني مثلا ما بغيتيش لي نوتيفيكاسيون ديال الجيميل كديزاكتيفي، ولا مثلا ما بغيتيش نوتيفيكاسيون ديال التليجرام كديزاكتيفي. يعني لي زابليكاسيون اللي كتكون انت انستالي في التليفون راه كيطلعوا لك هنا. الا زدتي مثلا انستاليتي تويتر ولا انستاليتي شي حاجه اخرى راه كتزادك هنايا. بالنسبه للتليفون هنا لي زابيل، يجيوك لي زابيل كطلع لك نوتيفيكاسيون، ولا لي سي ام اس، ولا مثلا شي واحد يصيفط لك شي ميساج في التليجرام ولا شي حاجه، ولا الواتساب. بالنسبه للميساج راه ما كيتقراش كامل، انا نقول لك فين كيجيوك النوتيفيكاسيون. انت كيف انفو كتكون بحال هكا كطلع بحال هكا، كيجيوك لي نوتيفيكاسيون هنا، كدوزهم بحال هكا كدوزهم بحال هكا.
يعني يجيك شي ميساج ولا شي حاجه، انا راه دير لي الطياره باش ما يجيني لا ميساج لا والو، دير لي السيلونس باش ما يصوني عليا حتى شي واحد. مهم هذه هي الطريقه كيفاش. ها النوتيفيكاسيون، هاي جاب الله جات واحد النوتيفيكاسيون ديال شوف تي في اي شتي، ها انت هي تبقى ماركي عندك هنا حتى تبغي ودير لها سيبريمي. المهم هنا باش تشوفها الا ما صافي مثلا صافي قريتيها وشفتيها كدير لها سيبريمي، اللي بغيت دير لها سيبريمي. ها هي دابا مشات بحال هكا. كذلك بالنسبه للواتساب وبالنسبه للتليجرام وبالنسبه لكل شيء. شنو غادي نقول لكم اخر هنا؟ هذه واخا كتبان لك هذه راه ما عندها حتى شي حاجه، كتطلع لك غير بحال هكا. بزاف ديال الناس كيقول لي كيفاش ندير بها فوطو ولا ندير بها شي حاجه، راه ما كتطلع فيها لا فوطو لا والو، كتبقى بحال هكا. شنو اخر تقريبا راه هادشي اللي غادي تحتاجو هنا. بالنسبه لي كونتاكت، يعني لي كونتاكت اللي بغيتي تقدر تدوز مثلا الابيل ديالهم من التليفون، كتاجوتيهم هنايا، كتكليكي على هاد الزائد الفوقانيه هنا صافي، وكتاجوتي لي كونتاكت اللي بغيتي انت باش تبقى تدوزهم من الساعه، تبقى تعيط ليهم من هنا حتى لهنا. فاهمين تقريبا راه هادشي اللي غادي تحتاجو، راه قلتو لكم كامل. هادي راه الغيفاي، راه كلشي كيعرفها، راه ديجا شرحتها لكم. بالنسبه هنا كنسولني واحد السيد قال لي بغيت نشري بالباي بال، راه ملي كتدخل لهنا الباي بال كتسكريني الباي بال ديالك وداك الشيء، كتسكريني الكي ار، المهم كتدخل دوك المعلومات ديالك وديال لي كارت بونكير باش الا بغيتي تقدر تشري من هنا، تشري شي حاجه عجبتك شي تيم ولا شي حاجه. لان هاد لي تيم كاينه اللي كدير واحد دولار، كاينه اللي كدير جوج دولار، يعني كل وحده والثمن ديالها. بالنسبه لهنا اللي بغيتي دير لها الميزاجور كيف ما قلت لكم، انا راه ديجا داير لها الميزاجور هنا، كتكون هذه بالزرق كتكليكي عليها كيدار الميزاجور. بالنسبه هنا الا بغيتي تسيبريمي مثلا داكشي اللي انستاليتي فيها او دوك داكشي اللي درتي فيها كامل، كتكليكي على سيبريمي كتسيبريمي كامله، وهنا كتعاودها ا0، هنا كتخويها كتعاودها ا0 صافي. راه تقريبا هادشي اللي غادي تحتاجو، راه انا وريتكم زعما كاع الطرق اللي غادي تحتاجو. حتى لهنا كنكونوا اوشكنا على نهايه الفيديو. صراحة اللي بغيت نقول لكم هو حاول انك تفرج في لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تفهم الموضوع كامل، وما يبقاش عندك شي سؤال حاصل لك في راسك ابدا. يعني المشاكل ديال هاد الساعه تولي تحلهم من راسك بلا ما تحتاج انك تسول. اللي بغيت نقول لكم هو تنقول لكم شكرا صراحة على التفاعل ديالكم، شكرا على لي لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينين ديالكم، وصراحة بزاف ديال الناس ابوناو عندي في القناة كنقول لهم شكرا ومرحبا بكم. واللي عنده شي سؤال ولا اللي عنده شي حاجه بغى يسولني وكيكتب ليا كومونتير وما كنجاوبوش يحاول يصيفط ليا في الانستغرام. انا الغرض عندي ماشي هو انك تابون عندي في انستغرام، الغرض عندي هو انني نجاوبك ونعطيك المعلومه اللي انت كتحتاج. لذلك راه كاين شي واحد كيكتب ليا مثلا ميساج في انستغرام، في اليوتيوب، ولكن ما كنلقاش كيفاش غادي نشرح ليه انني نكتب ليه. يعني خصني نقدر كيف ما قلت لكم ديما نصيفط ليه اوديو ونشرح ليه المشكل ونشرح ليه السبب ونصيفط ليه التصاور. يعني راه بزاف ديال الناس دخلوا عندي وصيفطوا ليا وهما راه شاهدين على ذلك، راه غيكتبوا لكم في لي كومونتير. انا دائما غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا لتحت. مرحبا بكم كنقول لكم مره ثانيه، وشكرا لكم كنقولها لكم مره ثانيه على التفاعل ديالكم، على لي لايك ديالكم، على البارطاج ديالكم، على كل شيء. شكر خالص من القلب الخالص. حتى لهنا كنكون ساليت معكم هذا الفيديو، شكرا لكم بزاف، تحياتي لكم.